ومن يحجب عنك باب التوبة. مش ملك حد من العلماء يقول له ربنا غضبان عليك أو أنت مالكش توبة، مش شغلك ده، مش ده لله رب العالمين وحده هو الذي يقبل التوبة عن عباده فقط. لكن أي عالم في الدنيا مش سلطانه يقول كده، ولا سلطان يقول عملك مقبول ولا مردود. هذا يقع في بعض العلماء، واحد يقول له أنا حجيت، حجيتي مقبولة؟ يقول له مقبولة إن شاء الله. إيش عرفك إنها مقبولة؟ شغل العلماء مش مقبول ولا مردود، شغل العلماء صحيح وباطل بس. أنت صليت الصلاة واستوفيت شروطها وأركانها، اتوضيت واستقبلت القبلة والكلام ده، وتيجي تقول لي صلاتي مقبولة؟ أما أقدرش أقول لك آه مقبولة، لكن أقول لك صلاتك صحيحة أو باطلة بس. ده شغل العلماء، إنما مقبول ومردود هذا لله عز وجل وحده.